مشاهدي قناة لبينة، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة التي سنتباحث فيها معكم حول أطول جسر في المغرب. وهذا الجسر يتواجد في الطريق المداري بالنسبة لمدينة العيون، حيث يبلغ طوله 1650 متر وكلفته 1,100,000,000 ديال الدرهم. إذن فهو جسر ضخم. إذن بالنسبة لهذه الجسور التي هي قيد الإنجاز، فهي تعتبر دعامة أساسية للتنمية وتعد كذلك من البنية التحتية الأساسية، حيث تساهم في النهوض بالاقتصاد وتسريع وتيرته. إذن هذا الجسر فهو عبارة عن قنطرة ضخمة تتواجد على واد الساقية الحمراء، وذلك لتفادي الانقطاعات بسبب فيضانات الأودية وبسبب زحف الرمال. إذن بالنسبة لواد الساقية الحمراء تتمركز حوله منشأتين فنيتين كبيرتين. أولا هذا الجسر الذي تكلمنا عنه، الذي يعتبر هو أطول جسر بري في الجنوب، لأن هناك جسور أخرى أطول منه وأكبر منه، لكن هي ليست برية ولكن جسور مخصصة للسكك الحديدية، والتي سنتكلم عنها أيضا في فيديوهات مقبلة إن شاء الله تعالى. إذن كما قلنا بالنسبة لواد الساقية الحمراء تتمركز حوله منشأتين. المنشأة الأولى هو هذا الجسر بطول 1650 متر، والذي يتمركز حول الطريق المدارية بالنسبة لمدينة العيون. فعندما أقول الطريق المدارية يعني الطريق التي تحيط بمدينة العيون أو التي تدور بمدينة العيون. ثم كذلك جسر آخر هو أيضا على واد الساقية الحمراء، والذي يتواجد بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، فطوله هو 600 متر ويتمركز أيضا على نفس الواد. إذن سبب مد هذه الجسور كما ترون على الصورة هو الانقطاعات التي تكون في هذه المناطق بسبب الفيضانات كما ترون على الصورة. شاهدوا فيضان واد الساقية الحمراء على القنطرة الأولى العادية، ثم كذلك زحف الرمال كما تشاهدون أيضا. زحف الرمال هو من المسائل الصعبة، زحف الرمال هو من الظواهر الطبيعية الصعبة أيضا بالمناطق الجنوبية. إذن هذه الجسور فهي تسهل عملية التنقل وتساهم في تسريع وتيرة الاقتصاد بالمنطقة. من جهة أخرى أريد أن أقول للشباب الباحث عن العمل، فحينما تدخل وتتفرج على هذه الفيديوهات المخصصة للمشاريع قيد الإنجاز، فعليكم بأن تأخذوا جميع التفاصيل وجميع الأفكار وجميع المعلومات الأساسية، وأن تتصلوا بهذه الشركات قيد الاشتغال معهم، لأننا ننقل لكم مشاريع من مختلف المناطق في المغرب. إذن هذا كل ما يخص هذا الفيديو، ولنا لقاء معكم إن شاء الله تعالى في فيديوهات أخرى. كما قلت سابقا سنخصصها لبعض الجسور البرية وأخرى لها علاقة مع السكك الحديدية. فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل جرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.